خطر عظيم، وأن الإمامة لها في نفس المؤمن الذي يعلم قدرها رهبة عظيمة. وعلى هذا فكثير من الناس العوام قد يسيئون الظن بالإمام إذا ما أخطأ في القراءة أو ينسبون إليه الخطأ والتقصير، ولكن في حقيقة الأمر إذا باشروا هذا الأمر لعرفوا أن الإمام بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا لم يجري الحق تبارك وتعالى القرآن على قلبه مباشرة، أيوة، فلن يستطيع قراءة حرف واحد. إذن فالأمر في البداية فتح من الله سبحانه وتعالى واستعداد قلبي من الإمام لتلقي هذا الفتح. فإذا ما تلقى هذا الفتح وأجراه الله سبحانه وتعالى على قلبه ولسانه نطق به، أما إذا انغلق عليه الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فلا فاتح له إلا الله، إما بأن يفتحه مرة أخرى وإما أن يجعل من خلقه من يفتح على الإمام. ده حتى في قراءة الفتحة. حتى في قراءة الفتحة. نعم. وعلى هذا فلا يجوز أن ننسب إلى الإمام خطأ أو تقصير حتى ولو أخطأ في الفاتحة، لأن الأمر في النهاية مدد وفتح من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا ما بدأ الإمام في القراءة وتوقف في أثناء قراءته، هل يجوز لنا أن نفتح على الإمام وأن نتم له أو أن نذكره بما نسيه أم لا؟ الحقيقة في بعض الأشياء وبعض الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها لما نيجي نفتح على الإمام. أولا ما يجب أن نتسرع في الفتح على الإمام. لماذا؟ لأنه قد يكون قد مر بآية عذاب فسكت ليتعوذ، أيوة، أو أنه مر بآية رحمة فسكت حتى يدعو الله سبحانه وتعالى، أو مر بآية تحتاج إلى تأمل وتبصر وفتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذه اللحظات بشيء فسكت حتى يتأمل هذه الآية التي قرأها. إذن ففي البداية ما ينبغي لنا أن نتسرع مباشرة بالفتح على الإمام. الأمر الثاني، من أراد أن يفتح على الإمام لابد وأن يكون واثقا من نفسه أنه يفتح عليه فتحا صحيحا. لكثير من الناس وهو يقف خلف الإمام والإمام يقرأ فيقف عند كلمة معينة ونسي ما هي الكلمة التي يبدأ منها مرة ثانية، فالذي يقف خلفه قد يتوهم أنها كذا وهو لا غير متأكد فيفتح عليه، تشابهت عليه الآيات، تشابهت عليه، فقد يخطئ في الفتح على الإمام، هذا يربك الإمام أكثر وأكثر. يعني الفتح على الإمام يعني الرد أو تذكير الإمام، هذا هو المعنى الذي كنت أتساءل عنه، بما نسيه. ولكن وجب على المأموم في هذه الحالة أن يكون واثقا من نفسه أنه يفتح عليه فتحا صحيحا. الأمر الثاني أن يثق من نفسه أن صوته يصل إلى الإمام، يعني ما يجيش واحد من الصف الخامس أو السادس مثلا الذي هو بعيد عن الإمام ويريد أن يرفع صوته حتى يسمع الإمام وهو يعني صوته لن يصل إلى الإمام. في هذه الحالة لا، مدمنا يعني مدام أصواتنا لن تصل إلى الإمام خلاص نتركه على حاله، هو إن شاء الله يفتح الله عليه، أو إذا كان قد قرأ ما تجوز به الصلاة يجوز له أن يركع أو أن يبدأ من آية أخرى وما إلى ذلك. وعلى هذا فعندما نفتح على الإمام لابد أن نتأكد أن فتحنا صحيحا وأن صوتنا يصل إليه وألا يكون قد سكت لمعنى آخر غير أنه قد نسي الآية التي يبدأ منها. اسمح لي فضل دكتور.